يسأل عن تجديد الخطاب الديني. أجاب من مرارا أنه لا ندري ما مرادهم بتجديد الخطاب الديني حتى يعطى الحكم الموائم له، فلا تلتفت إلا إذا عرفت ما المراد بتجديد الخطاب الديني. هل المراد بتجديد الخطاب الديني أن نجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل من تجديد الخطاب الديني أن نجعل الكافر الذي يقول إن الله له ولد يتساوى مع الذي يقول قل هو الله أحد؟ هل من تجديد الخطاب الديني التبرج؟ هل من تجديد الخطاب الديني الربا وقبول الربا؟ ما المراد بتجديد الخطاب الديني؟ لابد أن يوضح حتى يعطى الحكم.